عندي تحالف مع العداله والتنميه هما ناجحين بثلاثه ثلاثه الاعضاء عطيتهم ثلاثه النيابات. لاخر نهار مشى قال لي راه عندي واحد الاجتماع ديال الحزب اجتماع حزبي وثقت به وقلت لي سير 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 الاجتماع ديال الحزب في الاخر تلقى انه مشى عند دار جبيل. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. واش طعن في النتيجه ولا صافي؟ لا ما غنطعنش، حنا غادي نديروا معارضه بناءه وغندافعوا على المنطقه ديالنا حكمي انا كبرلماني. انا باقي على العهد مع انا باقي مع العهد على مع مع مع, مع, مع الساكن ديال مولاي رشيد وديال سيدي عثمان. سي جبيل كان واحد التحالف اللي هو حزب الاستقلال بام الاحرار، يعني تم الاتفاق على ان المقاطعه تاع الدار البيضاء توزع على هذاك وان التحالف ديال خاص يكون في ضمن التحالف تاع المكاتب المسيره. انت خرجتي على الاطار علاش؟ لا ماشي انا ما خرجتش على الاطار لان التحالف كاين وتا الوثيقه الموقعه كاينه نبغي نعطيوها لكم ما عندناش اشكال. غير هو الفريق ديال التجمع الوطني للاحرار اللي خان يعني خرج من التحالف فما غاديش نبقاو مكتفين اليدين. فدقينا على الاخوان ديال العداله والتنميه مشكورين اللي لباو لان كانوا هما في الجهه الاخرى ولكن داكشي ما عجبهمش ورجعوا لعندنا هنا بناء على الاخوان اللي في الفريق ديالنا ولقاو راحتهم معنا وانسجموا معنا وبقاو معنا الاخوان ديال العداله والتنميه. انا بالنسبه لي شرف كبير انني نعود نرجع للمولاي رشيد وشرف اللي زاد في الشرف الاول وهو انني رجعت بفريق كله تجربه وكله من نخب ديال المنطقه وعلى راسهم الاستاذ الحياه اللي حاضر وكذلك الشباب الدكاتره الدكتوره غيتا بالحاج. بطبيعه الحال هذه رغبه ديال المواطن اللي كان طلب باش نرجعوا للمنطقه هنايا نكملوا البرامج اللي بديناها واللي سهر على تنفيذها وتكميلها الاستاذ الحياه في الفترات ديالو. وحنا دابا تلاقينا بجوج يعني غادا تكون واحد الدفعه قويه للعمل اللي قام به هو وللعمل اللي قمت به انا.